الآن بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تعزية إلى نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس عبر في برقيته عن خالص التعزية وصادق المواساة لوفاة والدة الرئيس الإندونيسي. عقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعه الأسبوعي عبر تقنية فيديو كونفرنس، وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن ذلك يعطي رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها في تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات ومنع الاختلاط، لا سيما في ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمي، وأن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا. وأوضح مدبولي أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخراً الهدف منها الحد من التجمعات ومنع الاختلاط، الأمر الذي يتم تنفيذه وفق آليات تحرص على ألا تتأثر في الوقت ذاته حركة الاقتصاد. أجرت القيادة العامة للقوات المسلحة عمليات التعقيم والتطهير الوقائي لمحور صلاح سالم كمحور ربط رئيسي للحركة المرورية من وإلى القاهرة لعديد من المحافظات، وذلك من خلال تكليف الإدارات التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة والأطقم المحمولة. يأتي ذلك في إطار مواصلة القوات المسلحة خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية لعدد من الشوارع الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية بالدولة وكذا العديد من الأحياء والميادين الرئيسية، فضلا عن تطهير عدد من المنشآت والمرافق الحيوية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل دوري. قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إنه سيتم تكثيف الجهود في عدد من المحاور لمواجهة الحالة الطارئة التي تواجهها البلاد في مكافحة انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم. وأكدت فؤاد أن هذه المحاور تتضمن خفض نسب تلوث الهواء والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والبلدية والمخلفات الطبية وتوعية المواطنين بالسلوكيات البيئية السليمة والتي تساعد في الحفاظ على سلامتهم. يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للمشاركة في مكافحة انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية. وجه فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قطاع مستشفيات جامعة الأزهر بالتنسيق مع وزارة الصحة من أجل تجهيز مستشفى الجامعة التخصصي لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا. وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر دكتور محمود صديق أن المستشفى يتوافر به كل الإمكانيات التي تجعله مقرا مناسبا للعزل والحجر الصحي الخاص بمرضى فيروس كورونا، مشيرا أنه تم إعداد وتدريب أطقم الأطباء والتمريض اللازمة على أساليب وطرق التعامل مع مرضى كورونا، بالإضافة إلى توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية. دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى ضرورة تأسيس تحالف دولي كبير ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى استعداد بلاده للمشاركة بكل خبراتها. وطالب دي مايو كل الدول بالمشاركة في هذا التحالف، مؤكدا أن سباق الوصول إلى لقاح ضد الفيروس لا يجب أن يكون فرديا، فهذه حرب يقاتل فيها الجميع ضد العدو نفسه.